بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. في حلقة يوم الحد اللي فات احنا اتكلمنا عن أداب الطريق، وانتقدنا فيها قلة أداب الطريق أو انعدام أداب الطريق اللي بيؤدي للحوادث والكوارث مباشرة اللي احنا عايشينها وبنشوفها بشكل تقريبا يومي. والحقيقة أحد الأصدقاء لما شاف الحلقة دي تفاعل بشكل عملي وبعت لي كم صور على الطبيعة تؤكد فعليا أننا ماشيين بالبركة أو ماشيين وضربين كل قوانين المرور في أقرب شجرة أو في أقرب حيطة، لأنه اللي هتشوفوه دلوقتي ده يعني بالتأكيد لازم هيؤدي لكده. في تعمد لانتهاك قوانين المرور، وفي ناس بتتحدى القوانين دي وبتتعامل مع البلد إن هي سايبة ومحدش هيحاسبهم. يعني خلونا نشوف الصور وانتوا تعرفوا مدى المأساة اللي مصر بتعيشها بإيدين ناسها اللي هم يعني هم نفس الناس دول لو سافروا بره بيلتزموا بيبقوا زي الألف، وأقل عسكري بره بيضربوا له تعظيم سلام وبيجي بقى يقول لك بره نظام ايه ونظافة ايه، ويبقى مش طايق البلد دي وهو بيبقى السبب الأساسي في هرجلتها وانعدام نظامها ونظافتها. فأنا بستأذن أهو، الصورة كانت نزلت، انزلينا بقى بالكوارث كده كارثة كارثة. يعني قصدي صورة أدي أول صورة حضرته كاتب نو نمبر، يعني عشان يعني لو عمل أي حاجة محدش يقدر ياخد رقم العربية ولا أي حاجة، وكاتبها كلها بالكابيتال ليترز، يعني كلها كل حرف والتاني يعني يسد عين الشمس زي ما بيقولوا نو نمبر. اللي بعدها سيادته بيهزر وكاتب ملاكي قريش، يعني ايه مش فارق معاه ضابط مثلا يوقفه، معرفش هو ابن مين في البلد يعني عشان يعمل حاجه كده ويمشي بالعربيه رايح جاي والناس تشوف الموضوع ده ويسيبوه ماشي بيها كده. معرفش كاتب ده رقم صح ولا غلط، بس كاتب ملاكي قريش، شوف بقى يعرفوا يجيبوا العربيه دي منين، انا مش عارف لو يعني عملت اي حاجه. ده بقى احنا بنشوفه على طول، يعني معرفش ده بقى يعني جوزي شاف الصوره دي فقال لي ايه ده، ممكن يبقى سمكاري بين العربيه من مكان لمكان. لا حضرتك، ده احيانا بيبقى ماشي على دائري او حاجه وبالليل، يعني لا تشوف عربيه او اتوبيس من غير لا نور ولا كهرباء ولا اي حاجه خالص. يعني ولو العربيه دي بيضه، لو عربيه لونها غامق يعني تفاجئ كده ان في حاجه شيء بيقولوا عليه عربيه ماشي. ده كده برضو نمبر بيزي، يعني ده بقى بيهزر اكتر من التاني وكاتبها حروف صغيره نمبر بيزي. وعربيات جديده، يعني العربيه جديده، حاجات يعني كلها جديده والناس مصوره الانتهاكات دي، ودول ماشيين عادي في شوارع القاهره بدون رادع. ده حضرته لطيف قوي، نايم بالعرض، غالبا محمل العربيه كراتين او حاجه ونام بالعرض ونص رجله طالعه بره. يعني انا لو انا سايقه مثلا ولقيت جزمه يعني فوق، يعني مش عارفة الإنسان يسوق إزاي ويمشي إزاي في الطرق وفي كده، مش عارف. دول بقى محملين كرسيين جلد، هم مستخسرين يأجروا عربية نص نقل صغيرة، فقالك نحطه على تاكسي. طبعا ده خطر جدا، يعني التاكسي ده لو فرمل ولا بتاع دول تقال جدا، معرفش حتى لو مربوطين بحبل، لا في ثانية ممكن يقعوا على أي حد أو أي عربية أو أي حد معدي. اللي بعده كارثة الجاية، هما بيضحوا بكل عزيز وغالي في سبيل ان هما يوصلوا مشوار، ومش عارفه ازاي السواق يوافق على حاجه كده، وازاي مثلا عسكري المرور يوافق على حاجه كده، وازاي انتوا تسيبوا نفسكم تضحوا، يعني ممكن عربيه تخبطوا وواحد يقع، مش عارف. وبرده في مكتوب على الاتوبيس رحله سعيده. وفي بعديها برده تقريبا ترام محطه الرمل. طب ده كلام ملمومين برضو على الترام، بيقولك عادي ده في ناس بتسطح على القطورات من فوق وكده، بس ده خطر جدا. وازاي الحاجات دي تتساب؟ هل ده عادي؟ ده قانوني يعني الناس تركب كده ويسيبوهم؟ مش عارف. الصورة اللي بعدها بيقولوا في ستات اهو، انا مش شايف. دي اخر صورة. الصورة دي للأسف مقطوشة من تحت، أنا كان نفسي تشوفوا. أنا كنت بحكي لكم الأسبوع اللي فات على إن أنا بمشي في الدائري بلاقي ناس محملة عربيات كده وماشيين جنبي، والعربية مايلة يعني واخدة زاوية كده مميلة علينا، مضللة علينا، يعني الشمس بتغطي الشمس علينا وإحنا ماشيين، ببقى عايز أجري. الصورة دي بقى مش باينة العجلة تحت منفجرة، يعني الإطار منفجر وهو ماشي، ما هو طبعًا محمل على العربية بشكل فظيع. نتمنى إنه يعني يبقى في صدى
للي احنا بنقوله ده. الحلقه اللي فاتت انا طلعت بقى ومحروقه وطالعه بقى مستنيه اشوف الدائري اتعدل ولا لقيت نفس الحاجات اللي انا بحكيها هي هيها، يعني العربيات اللي مايله والمحمله والحاجات اللي بتقع، مش اي حاجه خالص، مش اي جديد، يعني بنفس حطت ايديهم، بنفس العربيات، بنفس التريلات اللي ماشيه على الدائري. نتمنى ان كل ده يتغير. احنا كنا قلنا لحضراتكم اننا هنفتح ملف اداب التعامل مع بعض بشكل عام، واحنا بدأنا الحلقة اللي فاتت بأداب الطريق. النهاردة بقى يعني كل حلقة هنتكلم عن يعني موضوع معين. النهاردة هنتكلم عن أداب الزيارة. كانت سمعت يعني واحدة كانت قاعدة معانا مرة وبتحكي على إنه كان بيجي لها قرايب يقولوا لها ولا حاجة ولا تتعبي نفسك ولا حاجة، إحنا هنقعد إحنا هنا زي ما إحنا كده، فين بقى زي ما هم كده في الصالون. فبتقول لي كانت متوتره، لا 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 ولا 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 تقوموا من سراييركم ولا حاجه، احنا مش هنتعبكم خالص. فيقلعوا وياكلوا ويناموا ويشربوا وقاعدين في الصالون باليومين والتلات ايام والجزم والشرابات والحاجات دي. فهي اعصابها توترت وهم فاكرين ان هم كده يعني بيريحوها ومش هيقوموها من اوضه، تقول لهم طب تعالوا ناموا في اوض الولاد وننقل الولاد في حته تانية، لا 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 مش هنتعبك خالص، احنا زي ما احنا كده وانت ما تحمليش هم. فكانت تعبانه نفسيا. فاحنا بنعمل يعني حلقات عن اداب الزياره مع فضيله الشيخ رمضان عبد المعز، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال، بس بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. الانسان بطبيعته ما بيلاقيش راحته غير في بيته وفي جو اللخبطه والفوضى وعدم مراعاه الاداب والنظام تقريبا يعني حوالينا في كل مكان. فاكيد مش هينفع نعيش نفس الجو والفوضى دي جوه بيوتنا. البيوت ليها حرمه، فيها المفروض ليها اداب، بتبدا من زياره الضيف، دخول البيت، قعدته في البيت عامله ازاي، اداب استقبال الضيف، في كمان اداب الاستئذان بين افراد الاسره وبعضها في دخولهم على بعض. عن اداب الزياره والاستئذان فضيله الشيخ رمضان عبد المعز محضر لنا الموضوع ده. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. تحيه حب واحترام وتقدير لمشاهدينا الكرام ولحضرتك مدام دعاء، وما زلنا نطف سويا في سلسلة الآداب. ما أجمل الأدب، الأدب اللي ربنا حلى به الأنبياء، فالأنبياء كان عندهم أدب. ربنا بيقول لسيدنا المسيح: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فمن الأدب مش يقولوا لا ما قلتش، قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، مش من حق أقول كده. سيدنا إبراهيم يقول: رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، خلقني يعني هو خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ما قالش والذي يمرضني، قال وإذا مرضت، أنا اللي مرضت. طب مين سبب المرض؟ لا ما أقدرش أقول ربنا، لا عيب ما يصحش. الجن، النبي يقول إن الجن كانوا أفضل منكم. الجن يقولوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأنا عندي الشر والرشد، الرشد اللي هو الخير، في الشر أنسبوه للمجهول. أشر أريد، مين اللي أراد الشر؟ ما نعرفش أي حد أراد الشر. أريد بمن في الأرض، وفي الخير أنسبوه لله أم أراد بهم ربهم رشدا. الأدب، الأدب اللي ربانا عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة تربوا عليه وتعلموه وشربوه من رسول الله، لدرجة إن هم مرة بيسألوا سيدنا العباس عم النبي شبهه، فبيقولوا له يا عباس أأنت أكبر أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو حضرتك أكبر في السن ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسيدنا العباس يرد يقول إيه؟ رسول الله أكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. شايفين الأدب؟ يعني الأدب في الكلام حتى بيقول أو هيقول أنا أكبر من النبي، هو شايف إن ديت لا مش ده الأدب.
فيقال رسول الله أكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا اتولدت قبله بس هو الأكبر مني مقاما وقدرا عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن الآداب وعجبتنا أول الصور اللي حضرتك ومنها الكثير وكلنا بنشوف وكلنا بنمشي بنلاقي العربيات مكتوب عليها. شفت واحد مرة كاتب سوقها كأنك سارقها، يعني على قد ما تقدر تجري وعلى قد ما تقدر تلطش وعلى قد ما تقدر تعمل سبعات وثمانيات، صحيح اللي انت عايز تعمله في الطريق اعمله. فنسأل الله السلامة. لا، المؤمن بحق يلتزم بآداب الطريق اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو ياخد ثواب على الالتزام بآداب الطريق وياخد ذنب لو ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم بيت أمضي لكم على بيت دلوقتي في ربض الجنة حوالين الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما تجادلش. الجدال اللي منتشر في الأمة، إن الله إذا غضب على قوم فتح عليهم باب جدل وأغلق عليهم باب عمل. نلاقي ناس في معظم البرامج التوك شو في ناس تزعل مني وأنا بقول الكلام ده، خناقات مع بعض وبنوصلش لحاجة. إحنا عايزين عمل مش جدل. وزعيم بيت، النبي بيقول وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، اللي ما يكذبش حتى لو بيهزر. وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. طبعا نؤجر على حسن الخلق. اللي بدأت النبي يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ده إيمان، إماطة الأذى عن الطريق إيمان، الالتزام بآداب الطريق إيمان. ولو تحقق الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ده أفضل الناس، الناس المؤمنة. خلصنا الطريق ورايحين بقى نزور. رايحين نزور. أولا دائما لما نيجي نتكلم في أي موضوع لازم حسن النية إيه، القصد إيه، أنت قصد إيه. فالإسلام في البداية رغبنا في الزيارة، إن إحنا نتزاور نزور بعض. فقد قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا، لازم نروح نزور المريض. من عاد مريضا أو زار أخا له ناداه مناد من قبل الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. خطوة عزيزة يا خطوة عزيزة يا حج فلان، والله خطوة ملائكة بتنادي عليه تقول له كده، خطوة عزيزة تسلم رجلك. ده في الدنيا طبت تبقى طيب، كل حاجة قدامك ميسورة وميسرة. وتبوأت من الجنة منزلا. على فكرة احنا بنجهز مكانك في الجنة بسبب الزيارة دي. فالإسلام رغبنا ابتداء، رغبنا في الزيارة. اتنين، وقال اجعلها خالصة لوجه الله الكريم. مش ضروري كل ما اروح ازور مدام دعاء انا رايح اقصدها في طلب، يعني دي اختي ما اروحش ازورها لوجه الله مرة. لوجه الله، مش معقول كل ما واحد يخبط بيتي باب بيتي يبقى اصلا انا جاي لك اصلا انا عايز منك. لا، فالاسلام يقول لا، احنا عايزين نتزاور لوجه الله. وكان راجل رايح يزور مسافر يا حضرات، دافع فلوس ومسافر بلد تانية، فارصد الله له على مدرجة القرية ملك. في بداية القرية رايح فين انا داخل البلد دي؟ قالوا لي قالوا ازور اخا لي. قال ألك نعمة تربها عنده؟ يعني في بينك وبينك بينك وبينه بيزنس؟ قالوا لا. قريبك؟ لا. يعني مرة رايح تزوره ليه؟ قال غير أني أحبه في الله، رايح أزوره لوجه الله بحبه. قالوا طب أنا من قبل الله، أنا رسول من قبل الله ملك، وربنا سبحانه وتعالى يحبك لحبك إياه. طيب بس عشان ده يتحقق وأنا أخلصت النية لله لازم الأول حتى تستأنسه، لازم أستأذن الأول. وهو القرآن قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الفقهاء المفسرين يقولوا يعني ايه حتى تستأنسوا؟ فبعض المفسرين يقولوا يعني حتى تستأذنوا. طب ليه القرآن ما قالش حتى تستأذنوا؟ ليه جابها في الإناث يعني؟ قال لك لا، لأنه كلمة آنسة الأنس ده يشمل عدة معاني. يشمل معنى الاستئذان حتى تستأذنوا، ويشمل معنى العلم. يعني القرآن بيقول إن في يتيم، اليتيم ده لو وارث معاه فلوس كتيرة يبقى لازم له وصي، صح؟ فالقرآن يقول يا وصي خد بالك من مال اليتيم ده، خد بالك قوي. فإن آنستم منهم رشدا، لما يبلغ سن الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم هنا يعني إيه؟ يعني علمتم. فأنا لما أروح أزور واحد
استاذن طب ولابد ان اعلم ان ظروفه تسمح بالزياره ولا لا. ما يبقاش الراجل خارج من عمليه والناس قاعده عنده مبلطه او تعبان وعايز يرتاح وهم. ومن طرائف النحاه زمان ذهب رجل لزياره رجل يتكلم بالنحو فاطالوا القيام عنده وهو مريض فهم خارجين قالوا طب ما توصيناش بحاجه طب تأمرنا باي حاجه قال نعم لي وصيه عندكم قالوا له تفضل تحت امرك قال ان زرتم مريضا فخففوا عليه بالله عليكم ما تتقلوش على المريض صحيح فيبقى القران قال حتى تستأنسوا عشان الكلمه دي تشعر عده معاني المعنى الاول ان انا ابقى عارف ظروف البيت اللي انا رايحه يسمح بالزياره ولا لا تمام وحتى تستأذنوا قالوا كمان معنى قال حتى وانت داخل تعطي بعض الاشارات الخفيفه اللي حتى لو عشان واحد خارج من الحمام او من المطبخ يعرف ان انت موجود يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالوا التنحنح يعني مش بس انت اتصلت بالتليفون وقلت لهم انا جاي واديتهم ميعاد عشان تروح فيه وتلتزم بهذا الموعد يعني ما ينفعش الناس يبقوا قاعدين مستنيين من الساعه 7 وانا اقول لهم الساعه 7 واروح لهم الساعه 70 ولا الساعه 700 لا يبقى انا التزم بهذا الميعاد يبقى الاستئذان الاستئناس اثنين النبي لما كان يروح يزور حد حتى الصحابه في كتب السنه لما كان يروح يزور النبي يطرقوا الباب باظافرهم ما فيش الخبط الجاد بلاش بقى الراجل اللي كان الراجل العاشق الولهان اللي بيقول طرقت الباب حتى كلمتني متن اليد قاعد يخبط على الباب لحد ما ايده ورمت من الخبط فلما كلمتني المحبوبة بتاعته يعني فقلت لها يسمى اسمها أسماء يسمى عيل صبري أنا تعبت صبري نفذ فقالت يسمى عيل صبرا دي من طرائف اللغة طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني فقلت لها يسمى عيل صبري فقالت يسمى عيل صبرا هو اسمه اسماعيل فيبقى طرق الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب لزيارة الأنصار في المدينة المنورة يقف على جانب الباب ما يقفش في وش الباب ويستأذن دلوقتي بي عندنا العين السحرية بنبقى عايزين نشوف مين والله خدي بالك أنا هقولك على حاجة مدام دعاء افترضي أنه اللي بيطرق الباب كفيف واللي هيفتح الباب برضه كفيف التزام الإنسان بآداب اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤجر عليها يعني لو اللي مخبط على الباب ده كفيف وواقف في وش الباب ولا هيشوف حد ولا حد هيشوفه مثلا نقول له برضو التزامك بآداب رسول الله كان النبي إذا طرق بابا طرقه طرقا خفيفا واستأذن ثلاثا وكان يقف على جانب الباب يقف على الجنب كده ما يقفش في مقدمة الباب أحيانا صحاب يقعدوا يهزروا مع بعض فتقوم سد العين السحرية أو سدد العين السحرية لا ده بقى يعني حاجة ده لو شال الباب حتى ما تفتحلوش طيب أخد اتصال وبعد كده نكمل منال ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مدام دعاء أيوه بصي أنا عملت كم مرة وحقن مجهري وما فيش نصيب يعني بس الأجنة بتكون بره كويسة جدا وبتخش الرحم بتموت دي المرة الرابعة اللي أنا داخلة فيها إن شاء الله يا رب انا مجرد ما انا بيبقى عندي يقين ان انا مش حامل ازاي ما اعرفش بتبقى بالاحلام بان انا بصلي وبدعي وبنام فبتجيلي رؤية باخد كل المثبتات والبرشام وببقى يقين ان انا التحليل ما فيش حمل وما بيحصلش دي المرة الرابعة ان شاء الله انا لسه بدأ بس المشكلة ان انا مجرد ما بدأ انا حلمت حلم ومن ساعتها انا ما عنديش استعداد ان انا اكمل العلاج هي ممكن دي تكون اضغاط احلام يعني او اعمل ايه يعني انا عاوزه الشيخ رمضان يساعدني انت بقى متجوزه بقالك كام سنه يا منال 8 سنين ماشي يا رب يمن عليك يا حاجه منال بالخلف الصالح تمشي ورا حلمها حدث تمشي ورا حلمها ولا تمشي ورا العمليه انا السؤال ده جميل قوي وطلبها طلب غالي ما فيش حد ما يتمناش ان يبقى له ضنايا يعني قد ايه ده حلم كل زوجين بيتزوجوا تمام عايز اقول رقم واحد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس شيء اكرم على الله من الدعاء
ما فيش حاجة أكرم عند ربنا من الدعاء. ولنا في سيدنا زكريا أسوة حسنة. سيدنا زكريا عمل إيه؟ خد الخطوات يا مدام منال اللي عملها سيدنا زكريا بالضبط. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ربنا وصفه الأول بوصف العبودية. شوف، فكان دائم العبودية لله والسجود لله. إذ نادى ربه نداء خفيا، خفيا يعني كان في جوف الليل بالليل في وقت السحر. حتى سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع؟ أنا عايز دعاء ما يتأخرش ولا يتأجلش ويتنفذ فورا، أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. بعد كل صلاة ادعي وفي جوف الليل اللي هو وقت السحر. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. هم قالوا لي مش هتخلف، عجز واشتعل الرأس شيبا، بس أنا معايا حاجة قوية قوي، ولم أكن بدعائك ربي شقي. يا على الآية الجميلة دي، والله تملأ وجداني، لن أشقى وأنا أدعوك، لن أشقى وأنا أدعوك. يقولوا لي ما فيش فايدة، لأ أنا عارف إن الفايدة عندك، لن أشقى وأنا أدعوك. طب في حاجة عندك تانية زكريا؟ في مشكلة غير إنك واهن العظم وإنه اشتعل الرأس شيبا؟ آه، امرأتي عاقر كمان، امرأته بتخلفش، عاقر. طيب المطلوب فهب لي. الهبة هي شيء بلا عوض، الهبة شيء غير الأجرة. الأجرة دي عوض عن عمل، واحد اشتغل شهر فقبض مرتبه، إنما الهبة قبض من غير ما يشتغل، بنقول عليها هبة. فهب لي، يعني بيقول يا رب أنا عارف إن الأسباب المادية ما تؤهلنيش إن أنا يجي لي ولد، أنا عايزه هبة منك، فهب لي من لدنك ولدا. لا ولدي، أنا عايز ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث إيه؟ الدولارات والجنيهات ده أنا عايزه أشغله عندك، عايزه يرث الحكمة، الحكمة والحكمة والنبوة. أنا عايزه يبقى ولي من أولياء الله الصالحين، عايزه يبقى خادم لدين الله تبارك وتعالى. العوامل دي كلها، ويسجد الإنسان ويبتهل، والله ربنا هيعطي، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له مع كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. من النفحات اللي هتجيلنا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، بس بشرط إنه يبقى الاستغفار من لازم الاستغفار، يبقى ملازم لي، مش استغفر 10 النهاردة الصبح و10 الظهر و10 المغرب، لا على طول لسانه ما بيبطلش. فأنا بوصي أختنا منال وكل إنسان، كل اتنين اتجوزوا ولم يوفقوا في الإنجاب وقعدوا سنة واثنين وخمسة وعشرة، أنا أوصيهم بالأخذ بالأسباب. أنا والله يقول لك أنا أعمل حقن مجاري، إن شاء الله تعملوا 20 مرة. تمام، ربنا من عليك بنعمة المال وعندك، تمشي ورا بالأسباب، تمشي ورا الحلم ولا تاخد بالأسباب وتكمل؟ نعم، تمشي ورا الحلم. لا ما تمشيش ورا الحلم، لا تاخد بالأسباب، ربنا من عليه بنعمة، ويعتبر هذا المال ده في سبيل الله. ده الإسلام يقول، النبي يقول حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك بها صدقة. انت عايز، انت بتصرف فلوس ليه؟ والله نفسي ربنا يمن عليا بنعمة الولد، دي نعمة من نعم ربنا، توكل على الله. معاك اعمل، وحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة. نحن أمرنا أن نتداوى وأمرنا أن نأخذ بالأسباب، والحد قيام الساعة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ازرع برضه على قد ما تقدر. ونسأل الله أن يمن على كل الزوجين بالذرية الطيبة الصالحة. مدام نعمة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزة أسأل من فضلك الشيخ لو سمحتي. تفضلي. تفضلي يا حاجة نعمة. بقول لحضرتك شيخنا، أنا معايا أختي يعني قعدت، كانت مخطوبة قعدت 4 شهور مخطوبة، والعريس يجي يقول لك إيه أنا هخش الشهر الجاي، أنا مش هخش الشهر الجاي، وكان كل شهر إيه مطروحنا في الكلام. المهم انا كان عندي شقه، فقال لي اجرها لي، قلت له ماشي، فاجرتها له. قعدت 3 شهور واخدها وما كانش بيدفع ايجار، فانا ما كنتش في بالي يعني. فاول ما طلبت منه الايجار فراح زعل هو واهله وما جوش. الكلام ده كان اول اسبوع في رمضان اللي فات. فكان جايب بويه وكده في الشقه عشان يوضبها، فاستنيته من زي هو اللي يسأله يعني، عشان شهر رمضان كله كده العيد ما جوش ولا سأله. فجيت ان والدته جايه تاخد البويه، بعد طبعا ما نزل البويه بتاعت الشقه اللي انا كنت اللي انا مديها له تحت كده يعني شبه بوظها. فجاي تاخد البويه، فقلت لها لا انت ما لكيش بويه عندي، ابنك يجي يكمل بيت الشقه.
فرحت قالت خلاص خلاص انا مش عايزه حاجه، ونجيت وما حدش لحد دلوقتي رجع. هو كان جايب لها شبكه خاتم واحده سودا كده، وانا كنت مكلفه يعني هي دي يتيمه، هي عايشه معايا، انا اختها كبيرة. انا كنا مكلفين الشبكه، كنا عاملين اكل وعاملين كل حاجه، وهم ما جابوش حاجه غير هو بس الخاتم واحده سودا. ماشي. واربع شهور داخل طالع علينا، وكل شهر يقول لي انا هخش الشهر الجاي، لا انا الايام الجايه، وكان محددين ان هو يخش في العيد الصغير، وهو ما كانش جاب اي حاجه. قال دلوقتي الشبكه دي حقها هي ولا رجعها لهم وهم ما سالوش، وهم اللي سايبين. هم فجاه قطعوا كده من غير ابداء اي اسباب؟ من غير اي اسباب حضرتك. هو انا كنت مديله الشقه دي بتاعتي، كنت متفقه مع ان انا اخد منه ايجار 3 شهور، فقلت له لو انت هتوضبها مش هاخد منك ايجار لحد ما تخلص توضيب. فهو مجرد قلت له الكلمه دي بقى براحته بقى خالص. فانا لما حبيت يعني اخليه يشد حيله شويه، فقلت له انت ما تدفعش ايجار ليه؟ انت لو عند حد غريب كنت زمانك دفعت. اصل ايجار الشقه محيط، انت مش ناوي تخش، انت كنت قايل ان انا اخش في شهر 6 وانت بقالك دلوقتي 3 4 شهور. قلت له بقى لما قلت لهم كده ان انا طلبت منهم ايجار الشقه، قاموا خلوني الجوازه كلها. ولا رجعوا تاني. طيب ماشي. ماشي يا مدام نعم. هل ليهم الحق في الشبكه ولا ما لهمش؟ جزا الله خيرا اختنا نعمه. اختنا نعمه بتتصل وغيرها من المتصلات اللي بيسالوا عن الحقوق. لابد ان المسلم دايما بيخاف على حقوق الناس، لان رسول الله علمنا اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. في مساله الحقوق بنلجا الى التحكيم. تعالى يا مولانا احكم ما بين الطرفين دول، واللي له الحق ياخده. السؤال بقى، هل الشبكه، هل اللي اتخطبت وجالها شبكه وبعدين الخطوبه اتفسخت، سواء هي السبب او هو السبب، الخطبه في الشريعه الاسلاميه لا تخرج عن كونها وعد بالنكاح. يا يتمم يا لا يتمم، ولكلا الطرفين الحق في فسخ هذا الامر ده. ايوه. هي الخطبه شرعت ليه؟ عشان التعارف، يتعرفوا على بعض اكثر، وتتلاقى العائلتين دول اللي هيندمجوا بعد كده. ما حصلش وفاق، خلاص كل واحد بيروح لحاله. طب الشبكه هتبقى بتاعت مين؟ بتاعت اللي جابها. ايوه، بس هو فجاه هو جابها وخلع من غير ما يقول انا عايز امشي، انا عايز شبكه، انا يعني جميل. في كتب السنه حديث جميل قوي، الثلاثه اللي اواهم المبيت بغار، لما كان الجو بيمطر قالوا طب نقعد كده على ما المطر يبطل، فقامت صخره كبيره اتسدت على الغار. فقالوا لن ينجيكم الا صالح اعمالكم. فواحد قال يا رب ده انا كانت بنت عمي كنت بحبها قوي والمت بيها الحاجه وجايه تطلب مني فلوس، قلت لها لن اعطيك هذا المال حتى تمكنيني من نفسك. فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجتي قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، ما ينفعش المعاشره بدون زواج. فتركتها وتركت المال. ففرج عنا ما نحن فيه، انت ده لوجهك الكريم. فانفرجت الصخره. النموذج الثاني، رجل بيقول انا كان عندي ابويا وامي واولادي وكنت برعى الغنم، كل يوم اخرج ارعى الغنم وارجع احلب الغنم وما اسقيش ولادي قبل ابويا وامي، ابويا وامي قبل ولادي، ابويا وامي قبل ولادي، ابويا وامي قبل ولادي. صحيح. فجيت في يوم اتاخرت في المرعى، فعلى ما حلبت الغنم ورايح اسقي ابويا وامي لقيتهم ناموا. فتنيتني واقف طول الليل، لا انا راضي اصحيهم ولا راضي اسقي ولادي قبل ابويا وامي. حتى قبل الفجر كده صحي وسقيتهم وبعدين سقيت ولادي. يا رب انا عملت كده لوجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، ما هم ثلاثة. بقي رقم ثلاثة بقى. القصص دي حقيقية؟ ده حديث في كتب السنة النبي اللي قاله. عليه الصلاة والسلام. ده حديث النبي اللي قاله عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. النموذج الثالث بقى، قال له أنا كان عندي أجير. شغال عندي عامل. وجه على آخر النهار ساب أجرته ومشي. قلت ما هو اللي ما خدش أجرته. ما طلبهاش. قلت لا، ده بني آدم أجرته عندي. نمتها له واشتريت له بيها حاجه والحاجه كبرت وكبرت له حاجه. فجي في يوم بعد زمن يقول له انا كان ليا اجره عندك في اليوم الفلاني، يعني مثلا احنا 2014 هو له اجره من 94 مثلا. فقال له انت شايف الغنم اللي هناك دي بتاعتك؟ قال له ازاي يعني؟ قال له اصل انا نمتها لك في وسط التجارات بتاعتي. فشوف يعني كان واحد له حق عنده. مش اكله. قال لا انا هحافظ له عليه لحد ما يظهر في يوم من الايام ادهوله. فاللي له حق عندنا ما هو ما طلبوش. لو انا اقدر يبقى ليا وصيله اتصال بيه اقول تعالى ابن الحلال خد حقك. احنا امرنا ان نحافظ على حقوق الناس.
والقرآن يقول ولا يجرمنكم يعني شنآن قوم على ألا تعدلوا. في الخطوبات ملهاش علاقة بمين فسخ مين ما فسخش. لا ملهاش علاقة إلا إذا دخل بيها كان عندي حالات فيها ضرر. من الفقه الإسلامي بقى بنقول إيه؟ الضرر يزال. يعني إيه؟ كان خاطب واحدة وخدها وراها الشقة بتاعته طب ما هي وقال لها إيه؟ بصي دي المطبخ، فصل لنا مطبخ على الأبعاد دي، 5 متر في 6 متر، فصلت مطبخ وكده وفصليه طريقته كذا وموديل كذا وخامته كذا، وادفع عمل المطبخ على هذا المكان، وتكلف المطبخ 50,000 20,000. فجاء لا انا مش طب خد المطبخ واديني 20,000 انا هحطه فين ده؟ لا انا ماليش دعوه. او قال لها انا ما احبش خطيبتي تشتغل وهي شغاله شغلانه كويس، فسايبها شغلها فكده وقع عليها ضرر. ده بقى ده موضوع اخر بقى. يعني هي مثلا لا هو خد الشقه وقفها كتير ومرضيش يدفع الايجار. احنا بقى عايزين نجيب الطرفين عشان الحكم يحكم مدى الضرر اللي وقع على ده او اللي وقع على ده. تمام. فيجي يقول طب يا فلان انت يلزمك 1000 جنيه. لا انت يلزمك 2000 جنيه بفواتير بقى، ونشوف الدنيا ايه اللي اتصرف ايه اللي على ده وده وهكذا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ان شاء الله. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، معايا الحاج عواطف. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا يا حاجه عواطف، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. شيخ رمضان انا بحبه والله. اهلا بيك يا حاجه عواطف، احبك الله يا ست، يا ربنا يكرمك. والله يا شيخ رمضان انا نفسيتي تعبانه جدا. ليه خير؟ من ولادي. ليه؟ يعني ابوهم ميت والله، حتى اللي تعبني ده ما شاف ابوه. اخو كبير بيصلطوا، انا عندي بيت وليهم كلهم. يعني عايز يعني مش عايز يدي البنات ويعني تعبني. انت عندك كام ولد وكام بنت يا حاج؟ عندي 3 صبيان و3 بنات. ليهم ورث في البيت؟ فيهم واحده بقى متطلقه من جوزها. لا البيت بيتي انا باسمي. تمام ماشي. وبعدين في واحده متطلقه عايزه اديها شقه، اخوها الكبير ده يقول لي يعني بيحبهاش، مش عايز ان هي يديها حاجه وكده، وتعبني بقى وانا عندي القلب والسكر وكل يوم في المستشفى. وما صدقوا الدكتور قال لهم ده عندها ورم، يعني عايزين يقسموا من الوقت. والله ربنا يهديهم. يعني كل يوم في حاله، يعني ربنا يهديهم يا حاج عواطف. وادعي لي كده ربنا يشفيني يا شيخ رمضان. يا رب يا من عليك وعلى يديك الصحه والشفاء العاجل. بتبقى نفسيتي زي الزفت طبعا. هما بيقولوا كده قدامك يا حاجه؟ قدامي جه اخوه الكبير بيقول عايزين يعني بيقسم. والله وانا عامله ليهم بشقايه وتعبي وكله. ماشي يعني انا تعبت، انا تعبت نفسيا ومرض. طبعا طبعا. شيخ رمضان يدعي لي يشفيني بس يا رب. يعني شيخ رمضان وكل اللي بيسمعنا حاجه عواطف ربنا يشفيك يا رب. ربنا يمن عليك بالشفاء يا رب. احنا في حاله الحاجه عواطف عندنا عده نقاط. النقطه الاولى انها تهتم بنفسها بصحتها بالضبط، وعليها بالاذكار التي تذهب او تذهب الغم والهم والحياة. وهم بيجوا يغموها وينكدوا عليها ويتخانقوا قدامها ومش عارفه ايه، ودي الحاجات دي بتتعب. النبي عليه الصلاه والسلام يفتتح يومه بالدعاء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. الحزن يعني الحاجات الصعبه. والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي يقول لم يدعو بها مسلم قط 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 إلا استجيب له. إيه اللي يحصل اللي أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تمام. فكل مؤمن يدعو بهذا الدعاء ربنا حينجيه من الغم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر، حاجة عواطف تسجد لربنا كده وتعمل زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعمل إيه؟ إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فلما رحمة ربنا تنزل هتهدي الولاد دول، هتسكتهم،
برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كمان ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهي صدر الحج عواطف يضيق بما يقول أولادها. صحيح. طبعا نعمل زي سيدنا النبي ما ربنا قال له، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك كتر من التسبيح وكن من الساجدين. تمام. وندعو لها وهي تدعو لنفسها برضو بالشفاء العاجل، ربنا يشفيها. ده بالنسبة ليها شخصية. هم بقى بالنسبة بقى لأولادها، هي برضو مطالبة أنها تدعي لهم بالهداية. معلش أولادها ضناها فلزت كبدها، تدعي لهم بالهداية. الدعوة بالحسنة الحكمة والموعظة الحسنة، لازم حد يتكلم معه. هو حد عارف مين هيورث مين؟ صحيح. يعني سبحان الله العظيم، فكم من صحيح فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. هو الموت بياخد المرضى ويسيب الأصحاء، بالعكس والله ياما أصحاء بيروحوا بلا سبب بيموتوا جاء أجلهم، وياما مرضى ويقولك ده كان ميؤوس من حالته، ده كان متوفى إكلينيكيا وربنا يكتب فيه يرد إليه الروح مرة أخرى. وحاجة قاسية الست تبقى مثلا اكتشفوا أن عندها ورم، يقوموا يتكلموا قدامها أنه يلا وهناخد إيه وهنعمل إيه، كأنها فحد يتكلم معاهم يعني خال عم احد ما بيفرقش معاهم الكلام ده فضلت الشيخ. طب انما ايه حرمانيه؟ احنا بناخد بالاسباب. ايه حرمانيه يعني راجل هيقول لهم ما يصحش مش عارف ايه، هم مش عارفين انه ما يصحش، انما ايه حرمانيه اللي هم بيعملوه؟ لا هو من حرام لا لا لا، احنا لو هنتكلم في الحرام والحلال اديهم بقى اديهم. اكبر الكبائر، اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. والنبي كان متكئا لحضرات فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت. احنا سألنا النبي السؤال ده ليه؟ ده تعصب، ده غضب عليه. طب وده يعتبر حاجة من شهادة عقوق الوالدين. يا مدام دعاء، هو عقوق الوالدين ده ايه؟ ده القرآن قال فلا تقل لهما أف. مجرد انك تطلع هوا، هو أف مش هقول أف، لا ده هو التأفف، يعني هو خروج هواء من الفم على سبيل الضجر، يعني بعبر ان انا مش راضي. انا مش من حقك تعمل كده. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ما اقول ايه؟ وقل لهما قولا كريما. قولا كريما، يا ربي يديك الصحه والعافيه يا امي، ولا يحرمنيش منك ويمتعك بالصحه والعافيه. ده الاولاد البرره، الاولاد البرره. احيانا عندنا ادعيه كده في الريف يقول لك اجعل يومي قبل يومك. الاولاد ده لما الام تموت، في ولاد يستعجلوا على وفاه امهم، يتنادى على ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. فاعمل صالحا نكرمك من اجله. مالكش حاجه عندنا. كانت مستوره معاك عشان الست الطيبه اللي بتسجد، اللي بتدعي لربنا وتقول له ولادي ضنايا، يا رب ولادي ولادي. فمعلش يا حاج عواطف، بتدعيلهم بالهداية ولازم حد يتكلم معاهم. طيب فزا. احنا وصلنا لنهاية الحلقة، لكن لازم اسأل السؤال بتاع دايما يجي لنا الشكوى دي، انه لما بيبقوا في بيت عيلة دايما يعني الحمل اخت الزوج ما اعرفش ايه معاها مفتاح الشقة، تدخل تبص في الحاجة تشوفها. ده ما فيهوش اي استئذان يعني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. ده هم لا يعملوا بهذه الآية مطلقة. ده الاسلام في البيت الواحد، في البيت الواحد. انا في بيتي مين معايا؟ زوجتك واولادي. لحد حب يوسع الدائرة شوية، هيبقى عنده خادم بيخدمه، خادمة، مش كده؟ قال ايه بقى؟ ولادك دول في ثلاث اوقات ما يدخلوش اوضتك، ما يدخلوش غرفة نومي. مش ولادي بقى ايه الباب اوضه النوم مفتوحه وداخل خارج خارج داخل، لا ده ابني. لا 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 لا، مفيش حاجه اسمها كده. من بعد صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره، ومن بعد من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره اللي هو وقت القيلوله، ومن بعد صلاه العشاء. من بعد العشاء الواد ما يخشش اوضتي. ليه؟ امه تاخد راحتها في اوضتها، ده بيتها. البيت هو مكان البيتوتة. فما بالنا بقى بالحما وأخت الزوج. وقت القيلولة محدش يستأذن على حد. بعد العشاء محدش يستأذن على حد. قبل الفجر محدش يرن على حد ولا يتصل بحد قبل الفجر أصلا. أنت بتصلوا بيك قبل الفجر كتير يا فضلتش. ده واحد والله أصر مرة أنه يجيلي، يا عم الساعة 2 بالليل والله حاجة ضرورية، ويجيلي البيت ولا أي حاجة، وهو خارج سبحانك يا رب عندي نتيجة كده، فبيشد الورقة
وانا كنت عازم قبل ما اتجوز، لقى مكتوب يا بخت من زار وخف. قاعد يطلع قلت له والله بعرف عنها حاجه، ده رساله من ربنا ليك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز، شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم على خير بكره ان شاء الله، السلام عليكم. كل اللي بيحصل في حياتنا أول ما عشناه خد دورة الآف السنه.